اهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي. اليوم رح نعمل مع بعض معكرونه على الطريقه المصريه. هون اضفت نص الطنجره مي مغلي وعليها معلقتين صغار ملح. رح اضيف المعكرونه وحتى تتسلق معي. بسم الله، وراح احركها شوي حتى ما تتكتل معي، واتركها تنسلق 7 دقائق تقريبا. كل شوي بتحركوها. معنا المعكرونة رح نضيف عليها تقريبا معلقتين صغار زيت زيتون، طبعا غسلناها كويس من زيت الذرة، سوري، غسلناها كويس من الملح، ونحركها عشان ما تعجن معانا. ما تخلوها تستو زيادة، تمام؟ هلا بالنسبة للصوص، انا عندي هون حبتين بندورة معصورين فريش، يكون تكون حمراء، تمام. وراح اضيف عليها باكيت من معجون الطماطم. شوفوا انا اضفت معجون الطماطم على البندورة الفريش، راح اخليها بس تغلي اوطي عليها. البهارات اللي راح اضيفها، ما راح اضيف ولا شيء غير ملح وفلفل اسود ومعلقه من السمنه. هلا راح اجيبها، راح اضيف معلقه من السمنه ورشه ملح، يعني تقريبا معلقه صغيره ملح. بسم الله، بس بلش تطلع معي فقاعات راح اوطي عليها، خليها تتسبك على راحتها نفس ما بنستوي الرز. هلا رح اضيف فلفل اسود، اوطي عليها. شوفوا كيف صارت زي البركان، تقريبا هيك معلقه صغيره من الفلفل الاسود. اتركها على ما تنشف ميتها وتتعقد معنا. هلا هيك لما تسبكت معي تنشفت، رح نضيف المعكرونه. معكرونه، شوفوا مو معجنه ولا اشي، وبنحركها حتى تسخن معنا. بلشت نشف معنا، المي ما في مي ابدا، خلص بتكون نجس معنا، اخذت كل النكهات وصارت حتى هيك خفيفه هيك.